مساء الخير عليكم. يا ريت بس في الأول كده لو نقدر إن احنا نعمل مثلا اشتراك في القناة، سبسكرايب يعني، أو لايك أو الكلام ده، عشان توصلوكوا الفيديوهات بتاعتنا كلها إن شاء الله. هنتكلم النهاردة فيديو كده عن الكالسيوم، بمعنى يعني إيه فايدة الكالسيوم في جسم الطفل، وبنعرف منين إن الكالسيوم في جسمه كويس أو الكالسيوم ضعيف. أول حاجات دي حاجة مهمة بتفرق مع ناس كتير وبتبقى شغله بال امهات كتير، يعني الكالسيوم دوت ابني محتاج ياخد كالسيوم ولا لا، مراحل التطور البدني بتاعته كويسه ولا لا. الكالسيوم ده مركب بيبقى مفيد جدا في تكوين الاسنان، العظام بصفه عامه، الكلام دوت، الحركه برضو بيساعد ان الحركه بتاعت الطفل تبقى منتظمه، القصه ديت يعني. الكالسيوم ده ببدأ ان انا اقدر ان انا احصل عليه من الرضاعه، يعني رضاعه طبيعيه، لو رضاعه طبيعيه او لبن صناعي كويس بيقدر ان يخلي نسبه الكالسيوم في الجسم كويسه. يعني نسبه الكالسيوم دي بتقل امتى؟ لو الطفل مثلا بياخد لبن صناعي مش مدعوم بالكالسيوم، مش كويس، ممكن نسبه الكالسيوم عندنا تبقى قليله. لو الطفل ده ما بيتعرضش للشمس عشان ما بياخدش فيتامين د، ما فيتامين د دوت اللي بياخد الكالسيوم من الجسم يثبته على العظم، فده برضه بيخلي الكالسيوم في جسم الطفل قليل، الطفل اللي هو ما بيتعرضش للشمس. ثالث حاجة لو عنده خمول في الغدة الدرقية، ده برضه بيخلي الفرز بتاع فيتامين د قليل، فبرضه بيساعد ان الكالسيوم يكون قليل. او عندنا يكون سوء تغذية، الطفل يكون كبير شوية بس ما بيتغذاش كويس، فبيبدأ يحصل عندنا نقص كالسيوم في الجسم. طيب ايه الاعراض اللي انا مثلا لو حصلت للطفل ممكن اشك ان يكون الكالسيوم عنده قليل؟ هتلاقيه مش بينام كويس، عنده صعوبة في النوم، مقريف باستمرار، عصبي، طفل يكون عصبي زيادة، ممكن يكون لو طفل صغير تلاقي فيه رعشة في الأطراف عنده، ممكن يتشنج، في أطفال بتتشنج إيديها تعمل المنظر ده بالظبط، تتطبق كده، ده لو نسبة الكالسيوم عندها قليل، وفي أطفال ممكن يحصل لهم فقدان للوعي. عشان أتأكد بعمل تحليل كالسيوم وبشوف النسبة ديت أخبارها إيه. طب عشان أعالج الموضوع دوت أعمل إيه؟ أول حاجة أخلي الطفل يتعرض للشمس عشان فيتامين د. تاني حاجة إن أنا أغذي الطفل كويس، أديله لبن كويس مدعوم بالكالسيوم. تالت حاجة لو في مشكلة في الغدة الدرقية أو الكلام ده بعالج، يعني بعالج السبب، أو ممكن أديله مركب كالسيوم حاجات كتير زي ماكسيكال أو روسيوكير أو البيديكال أو المجموعة ديت. طب الكالسيوم بقى بيفيد الطفل في إيه؟ يعني أنا بيبدأ مثلا يساعد إن التسنين بتاعه يبقى كويس، العظم بتاعه بيبقى كويس، الحاجات دي. طيب انا اعرف منين ان مراحل التطور بتاعت ابني اللي لسه صغير دي كويسه ولا لا؟ السنان مثلا يا جماعه، طفل بيبدا يطلع السنان ديت من 6 شهور، من 6 شهور ل 10 شهور، في الفتره دي بيطلع السنتين اللي تحت في النص، بعد كده يطلع السنتين اللي فوق في النص، بعدين اللي على الطرف، بعدين الاثنين اللي على الطرف، بعدين يطلع ضرس في كل ناحيه، وفي اخر حاجه الانيه. القصه دي بتخلص كده على سنه ونص، 18 شهر. طيب الطفل بيبدأ يزحف، يقعد كده كويس ويسند ظهره من 6 شهور ل 7 شهور، يسنن في الميعاد اللي قلنا عليه، يزحف من 9 شهور، يبدأ يمشي يزحف كده ويقوم يشب على 10، 10 ونص، ويسند 10 ونص، وممكن يمشي لوحده من عمر سنة، سنة و3 شهور بيمشي لوحده. اتأخر في القصة دي بيبقى برضه بشك إن الكالسيوم عنده أو فيتامين د أو الكلام ده يكون قليل شوية. الأورا العريضة برضه اللي بتبقى عند الأطفال دي أو المأببة دي، دي بتبقى علامة برضه من علامات الكالسيوم القليل. فتحة الرأس اللي بتبقى هنا هي المفروض بتقفل خالص على 9 شهور، بس على تقفل خالص على سنة ونص، بس لما احط ايدي كده من 9 شهور ما احسهاش، احس انها صغيرة، فبرضه لما بيكون حجمها كبير شوية بشك ان الكالسيوم عندي فيه مشكلة. في تأخر في الحركة او في الحاجات اللي قلنا عليها برضه بنشك ان الكالسيوم، تلاقي العيل مرخرخ كده، يعني تيجي تمسك الطفل مش ماسك نفسه كده، ساند نفسه، لا بتلاقيه مرخرخ شوية. الحاجات دي بقوم انا عامل تحليل الكالسيوم، تحليل فيتامين دي، وبدي العلاج اللي هو بيكون لازم للطفل. ممكن بدي انا البي دروب، البي دروب ده بيتاخد من عمر يوم، ده اللي هو فيتامين د، بندي 4 نقط كده في اول سنه و6 نقط في السنه الثانيه. ده بيبقى فيتامين د غير ناشط، ده بيبقى كويس وامان وسيف. في حاجات ثانيه بتبقى فيتامين د ناشط اللي هو زي الالفا كارين والالفا كالسيدول والكلام ده، دي ليها حالاتها ما ينفعش تتاخد وقائي، دي ليها حالاتها اللي بيبقى عندهم نقص جامد في فيتامين دي، او بيبقى عندهم مشكله في الغده، بيبقى محتاج ان هو يمشي على فيتامين دي نشط باستمرار، فما بدوش لاي حد، دي مهمه جدا. في ناس بتفتكر بس ان الحاجات دي عشان سعرها غالي شويه انها جود كواليتي وهتجيب مع الطفل نتيجه كويسه فبتدي، لا هي مش، ما ينفعش نمشي عليها روتين، لازم
ندي فيتامين دي، فيتامين دي بتاعنا قليل او عند الطفل مشكله كبيره بندي ساعتها الفيتامين ده للنشط. يبقى قلنا مشكله الكالسيوم اعراضه لما بيقل بيعمل معانا ايه؟ ازاي نشك ان الكالسيوم عند الطفل قليل شويه، بنساعد الطفل بالكالسيوم ازاي؟ اهم حاجه بس يا جماعه موضوع تعرض الشمس ده مهم جدا. تاني لازم نعرض الطفل للشمس، لازم ان احنا ندي مركب فيه كالسيوم لو الكالسيوم قليل، لازم ندي تغذيه كويسه ونتابع مراحل التطور مع الطفل ونشوف الاعراض اللي بتحصل مع الطفل ديت موجوده ولا لا، موجوده بندي علاج، مش موجوده يكون تمام. تسنين بقى بتاع الاطفال، عشان بس في ناس بتفتكر ان التسنين ده اي مشكله بتحصل للطفل يبقى بيسنن، بيسل يبقى بيسنن، سخن يبقى بيسنن، كحه اسنان، ترجيع اسنان، خصوصا بقى الامهات الكبيره او الستات الكبيره ربنا يبارك لهم ويديهم الصحه، عندهم اي حاجه بتحصل للطفل الطفل بيبقى متمرمط، اي حاجه بتحصل للطفل دي تسنين. طبعا الكلام ده كلام مش مظبوط، السنان اخيرا تخلي الطفل دافي، خلوه سخن، ولو الحمام بتاعه بيلين شويه ما بيعملش بقى بلاوي، ما تلاقوش مثلا بيسل 10 15 مره زي اللي بيحصل اليومين دول، الحمام بتاعه بيلين شويه عشان بس الري بتاعه والسلايفه دي بتكتر شويه، بيقعد يبلع، بيقعد يحط حاجات في بقه، فيعني اخر السنان ان هي ممكن تخلي الحمام بتاعه لين شويه، تخليه دافي خفيف، ممكن تلاقي عينيه كده فيها عماص خفيف او بتدمع خفيف، تلاقي الطفل مقرف وبيزن والكلام ده، بفتح بقه بلاقي لا سوارم او في سنان طالعه بتشق او الكلام ده، مش اكتر، لكن مش اي حاجه بتحصل للطفل تسنين. طيب هل انا المفروض ادي الطفل كالسيوم على طول؟ لا، مش المفروض ان انا ادي الطفل كالسيوم على طول، المفروض ان انا بحلله الاول، نسبه الكالسيوم قليله بياخد، نسبه الكالسيوم كويسه مش محتاجين. طب فيتامين دي اللي هو البي دروب ده ممكن اديه على طول؟ اه ممكن اديه على طول، ممكن اديه اول سنتين امانه ما فيهوش مشكله ومش هيأذي، يعني الجرعه بتاعته ديت ما تأذيش الطفل عندنا في حاجه. بس دي الحاجات اللي احنا ممكن نتكلم فيها على موضوع الكالسيوم. استنونا في فيديو جديد ان شاء الله، ممكن هنتكلم برضه عن مواضيع تهمكم باذن الله. زي ما اتفقنا يا ريت لو تعملوا لنا اشتراك سبسكرايب في القناه عشان توصلوكم الفيديوهات الجديده عندنا. شكرا.